شخصية اللي راجع من البرايم أحسن ما في طلعة. المهم من هذا المنبر أنا أشكر أهلي وأشكر فريق دعمي وأشكر عيال عمي وأشكر ربعي وأشكر جمهوري اللي هم أخوان وليد البحيح على ما قدموه لوليد البحيح على الوقفة سواء في البرايمات سواء في الفقرات سواء في المطالبات في رفع الهاشتاج في حساباتي في كل شيء. شكر لكم من أعماق القلب. ذلك شيء اللهم لك الحمد والشكر. إشارة من على انتهاء البرنامج. شكرا لمالك القناة الشيخ إبراهيم بن صالح الحسين، الله يبيض وجهك يا أبو صالح ويجمل حالك ويكثر من أمثالك. ألغيت البرايم، أنت الليلة فرحتنا على زود فرحة يوم التتويج. الله يبيض وجهك ويجمل حالك ولا يهينك. هذا ما حبيت أوصله للجمهور لأبو صالح، وإن شاء الله وعدنا احنا وياكم على ستيج النهائي ولا يمنون الغارة. سلام عندك يا أبو عبد الرحمن. تصريح قوي تستاهل، تصريح قوي وأنا أحب القوة.